كيما اليوم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 16 نوفمبر 1970، حافظ الأسد وزير الدفاع السوري يقود انقلاب عسكري معروف باسم الحركة التصحيحية عام 1970، تمكن بمساعدة من القطاع الموالي ليه في الجيش من الانقلاب على القائد العسكري صلاح جديد ورئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي، وسجنهم مع بعضهم ومع رفاقهم. انقلاب البعث عام 1970 معروف أيضا باسم الحركة التصحيحية، وهو انقلاب عسكري في الجمهورية العربية السورية قام به وزير الدفاع وعضو القيادة القطرية في حزب البعث الفريق حافظ الأسد ورئيس الأركان السوري مصطفى طلاسة وكثير من الضباط البعثيين الموالين لحافظ الأسد عام 1970، وتعين على إثرها أحمد الحسن الخطيب رئيس الجمهورية مؤقت، وصل بعدها الضابط حافظ الأسد إلى سدة الحكم باسم دولة البعث. 16 نوفمبر 1970 كان بداية عهد جديد في تقوية دولة حزب البعث، فقد أدخلت 16 نوفمبر 1970 حافظ الأسد وزير الدفاع السوري يقود انقلاب عسكري. كانت بداية عهد جديد في تقوية دولة حزب البعث. تم إدخال إصلاحات الحزب البعث العربي الاشتراكي، وأنهت الصراعات الداخلية، ورسخت سلطة دولة البعث، وأنهت زمن الانقلابات. وفي أوائل عام 1971 تم انتخاب الأمين العام للقيادة القطرية لحزب البعث حافظ الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية بأغلبية شعبية ساحقة، وبدأ العمل لإصلاح الأوضاع السياسية في سوريا وتوطيد سلطة البعث. عام 1972 تم توحيد الأحزاب الرئيسة في الجبهة الوطنية التقدمية تحت سلطة البعث، كما تم وضع دستور جديد للبلاد في مارس 1973، وتطلق السلطات في سوريا على كل ما تحققه من إنجازات، وكانت السلطات في سوريا تطلق على كل ما حققته من إنجازات واللي تبنته من منشآت صفة منجز من منجزات الحركة التصحيحية بحزب البعث. سد الفرات يعتبروه من منجزات الحركة، وكذلك حرب تشرين التحريرية ضد الكيان المحتل، كما يحتفل كل من الحزب البعث السوري ومؤسسات الدولة الأخرى كل عام بذكرى الحركة التصحيحية، ويتم الإعلان بمناسبتها عن بعض المشاريع ووضع أحجار أساس لمشاريع أخرى. وحزب البعث الاشتراكي حزب سياسي تأسس في سوريا على يد ميشيل عفلق وصلاح البيطار وزكي الأرسوزي، تبنى الحزب مفهوم البعثية وتعني الصحوة، وهي خليط إيديولوجي من القومية العربية والوحدة العربية الاشتراكية العربية ومعاداة الإمبريالية، وتدعو البعثية لتوحيد الوطن العربي في دولة واحدة، شعاره وحدة حرية اشتراكية، ويرمز إلى الوحدة العربية والتحرر من السيطرة والتدخل غير العربي. وبعد تفكك الجمهورية العربية المتحدة تمت إعادة تشكيل حزب البعث، لكن خلال حكم الجمهورية العربية أسس نشطاء عسكريون لجنة عسكرية للسيطرة على حزب البعث بأيدي المدنيين، وفي الأثناء هذه استولى الفرع العراقي من حزب البعث على السلطة في العراق ومن خلال تدبير وقيادة ثورة رمضان، لكنهم فقدوا السلطة بعد أشهر قليلة قبل ما يستعيدوها مرة أخرى في انقلاب 17 تموز 1968، وقامت اللجنة العسكرية بموافقة عفلق بالسيطرة على الحكم في سوريا في انقلاب 8 آذار 1963. انتشر الصراع على السلطة بين الفصيل المدني بقيادة عفلق والبيطار ومنيف الرزاز واللجنة العسكرية بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد. مع تدهور العلاقات بين الفصيلين نظمت اللجنة العسكرية انقلاب عام 1966 اللي أطاح بالقيادة الوطنية بقيادة الرزاز وعفلق وأنصارهم. قسم انقلاب عام 1966 حزب البعث بين حزب البعث الفصيل العراقي وحزب البعث الفصيل السوري.
مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كما اليوم. كما اليوم.